مرحبا عمو. مرحبا عمو. انا مش ولا بد ونفسيتي كتير تعبانه وعندي حزاز. انت شو بتشتغل؟ انا بشتغل كفرجي. يعني اللي زينا شو بده يشتغل؟ بده يشتغل بنشرجي. هذا رفيقي الاسمر، هذا اسمه جيهان. اسمه جيهان؟ لا هو مجاهد بس بالنادي جيهان. طب انت ليش بدك الفيزا؟ عمو مزبوط، انا كتير 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 تعبان، ما عندي خصوصيه. احنا بالبيت متاخذنيش 8 بغرفه واحده زي السردين، وغير هيك دار عمتي بضلوا عندنا وعندها بنات معنسات، بضلوا يحكوا له روح جيب لنا شيبس وبزر، شيبس وبزر، شغال على الخط طرطور. وغير هيك معي سهل خضر. يلا يلطمك ويسخمك، وك شو اللي عامله بحالك ولا؟ انو خضر؟ مين هذا مقلعت هذا؟ روح خضر المكنسه يلعب بالمراحيض. ولا خضر؟ انا غاندي صاحبك. مالك؟ مين غاندي ومانديلا وستاليني؟ مين هذا المقلعات؟ خلص روح حبيبي. يا حبيبي غاندي، ما انا صاحبك غاندي، نسيتني تبع الغاز. الغاز روح انا اصرف لك، راح اجيبك في سريلانكا. غاندي غاندي غاز بيش انصرف، ما اكل دمك يا بايخ. هي انت خضر تاع الحرب وانت جيهان صاحبك هذا، عرفتكم؟ ولكم شو بدكم انتم مني؟ ما فيش غير هاي السفاره، ولكم ترى بحرقها علي فيها. امشي انت ويا من هون. اخي نصرف يا بسقع خضر والله. زي مطولت وانت بتطلع في السقف ولا بتطلع في اشكالك يا زلمه؟ ما زبطتش، دفعت لك 10 كدحات واربع كبريت على الفاضي يا ابو الكنانير، تخوت علي. خلاص المره هاي راح ازبط لك اياها. عندي انا. كيف؟ بدنا ندخل حقوق المرأة في الموضوع. وشو يعني حقوق مرأة؟ تهبل يا هبل، حقوق المرأة مش عارفها يعني؟ اشرح لك بزيادة. خلص خلص فاهم، كمل. شو بدي اسوي؟ اسمع، بتروح عليها على الدار، بتقنعها انه هي تقدم الطلب للسفارة، فاهم؟ بعدين هي بتسحبك وبندخل موضوع التعنيف في الموضوع، العنف يعني. شو يعني تعنيف؟ العنف يا زلمة يعني تعنفها، تضربها، تتعذبها، تكسر رجليها، فاهم؟ ولازم يكون مش تمثيلها، لازم يكون مبين حقيقي. واترك الموضوع عندي، انا ثاني يوم باخذها على السفاره. هذه عندي متمني لها اياها من 5 سنين، راح اسلمك شغل نظيف اخو شلف. جوزك في الدار؟ يا زلمه ما انت جوزي، مالك خالص؟ نسيت، خربت، فكرت انا رايح. شو في؟ المهم شو الموضوع؟ بدي تروحي على السفاره تقولي لهم اني بدي اخذ فيزا وانت بعدين بتسحبيني انا والاولاد، هيك احسن طريقه. انت بتحكي معي؟ شو ولا انت بتتخوتي قاعده ولا مع مين بحكي؟ وفي حدا غيرنا في الدار؟ ما انا جوزك مالك. اسمعي، ما انت هلكت تغديت، ليش شو بدك اخر غداء؟ ولا مالك انت شو هبله تغديت؟ ما انا مش سامعه شو بحكي؟ وفي فهمت وفي شو كلت؟ انت شو بدك يعني بتحكي معي ولا مع مين؟ مين؟ خلص خلينا في المهم. انت شو كلت؟ أنا شو كليب؟ ما أنا بحكي معك. بتروحي على السفارة بتقولي لهم جوزي بضربني وأنا مضطهدة وجوزي على البركة وعنيف وبضل يضرب فيه، وأنا بعديها هم راح يعطوك الفيزا، أنت بتسحبيني أنا والولاد. ما هذه بسيط، هيني رايحة. وين تروحي؟ لسه في شغل بلاوي، لازم أخلعك بدن أخو فلاتي، لازم جسمك يكون إزرك والدم محشر من عيونك. هذه كيف بدك تسويها؟ أنا بقول لك كيف. اشربي. شو هذا؟ هذا مسكن، اشربي كل العلبة عشان جسمك يتخدر، لأني بعديها راح أكلك أكل. على مسؤوليتك صح؟ أشرب؟ رحت بقتل؟ ولا بقتل، لا بس عشان مسكن، عشان ما تحسيش البوكسات والشلاليط. والله لا أذبحك، والله لا أكلك أكل. كله؟ كله عشان راح تاكلي بدن. جرياس مش عارفة اسمي، معناته المسكن بلش يشتغل. خضر يلا عشان قبل ما نام انعسد. لا وين تنامي؟ في شغل في قدامنا. يلا شو اسوي؟ هلا بقول لك. اكف انت مش رح تسوي شيء. اوكي. اي يا موجه يا خضر.
حتمي مش شايف شيء لانه قطع الكهرباء. لا هذه القرنيه تاعت عينك راحت. في شيء ما تخافيش تخافيش. نحكي معك الاسبوع الجاي. الله معك. اللي بعده. يلا يا اختي يلا. اسبك اسبك. ها انا عرفتني. وهل يخفى القمر؟ انت يا اختي يا جلنار قادره تحكي؟ شوي 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 شوي. خلص معناته انا بحكي انا بحكي. شوف هاي مسكينة جوزها بضربها مساء ليل نهار حالة إنسانية ما ظنيتش تقدروا ترفضوها، يعني ما فيش حدا بوقف معها يا أخوي. جوزك بضربك؟ شو شايف؟ والله بكسرني تكسير، والله والله ما بخلي عظمي على بعضها فيي. لا يا اختي مطول هارك تحضري مسلسلات. والله مضربني كلي على الخفيف، هوايتين خفاف مش راح تحسي فيهن. يا باي غل سنين طلع فيي يا أخوي، كتلني كتل. في فكرة أنت وضعك صعب وحالتك مستعجلة، لازم نعرض ملفها على الجهات المختصة. أكيد. يا أخوي شو؟ على الجهات المختصة. أنت جوزك شو بيشتغل؟ خضر خضر تبع الكلاشين. هو اللي سوى حاله مش ولا بد. خضر خضر بتعرفه. خلاص يلا اطلعي تروح. يا أبا شو بضربني، يا أبا شو بيكسرني. ولك اطلعي تروح. اللي بعده. فيش حدا. مش قادرة امشي. شو صار؟ قالوا لي حالتي مستعجلة، بدهم يردوا لي خبر في اسرع وقت، وبدهم يودوا ملفي على الجهات المختصة. انت جهات مختصة اكيد، يا الامانة شو اسمه الكونغرس او البلدية. اسمعي قال لهم انا من طرف الاستاذ مطوع ابو خليل. شفيك؟ اه قال لهم عرفوه. تعالي مش قادرة امشي. تعالي يا شو موجوع. مين جوزيف؟ مين جوزيف؟ مين خضر؟ هانو؟ مين خضر؟ انا كاترينا، انت مين؟ جيبوا المحارم. مين انت؟ من جولييت. هني هي جولييت. مين فيحة؟ مين يا زلمة؟ مين انت؟ احنا شرطة حماية الأسرة وجينا اليوم ناخذ المجرم خضر، لأنه بضل يضربك. وانت يا أختي كل آخر شهر راح يجيك 120 ليرة، وكمان هاي الأمريكان طلعوا لك الإقامة. يا باي شو بضربني، يا باي شو بقتلني، كتل كسرني والله لسلكت كتلني. خذي اياه من هون. استنى شوي دقيقة بس. استاذ مطوع ابو خليل استاذ انجليزي يحكي معك. يا زلمه انت بدك تاكل راسه من مطاوع على استاذ انجليزي؟ اذا بتطلع من راسي. وطي صوتك واحكي بادب. انت بتطلع باب الحاره يا اخي، مش انت بصير خذوا من هان. هيا يا زلمه هيا واخلولي مو سرجي. هي 20 ليرة وإقامة في أمريكا، ويا حلالي يا مالي يا حلال. يا ما شو بقتلني، يا ما شو بقتلني، يا ما شو بضربني ضارب، يا ما شو بضربني. وينه؟ عليك وينه؟